طب في رسالة أعتقد إنها رسالة محبة وتقارب ورسالة مهمة جدا، زيارات السيد الرئيس للكنيسة ليلة عيد الميلاد، وما هيش سر يعني ليس خفيا على أحد إنه ده اختلاف كبير جدا عما كان يحدث في السابق. إلى أي مدى الزيارات دي بقت تمثل بالنسبة لقداستكم للمصريين المسيحيين طمأنة، محبة، ود؟ عايز أعرف ترجمة هذه الزيارة خلف ما نراه في الصورة الحلوة كمان اللي بتكون في الكنيسة. ابتدى السيد الرئيس التقليد ده من يناير 15، وصار تقليد جميل، وبعد سنتين قبل ما يدخل سيادته الكنيسة الكاتدرائية وإحنا بنتكلم كده، فقال أنا عايز أقول لكم على مفاجأة. بيقول لي يعني هيبقى في مفاجأة، فأعلن على إنشاء الكنيسة والمسجد في العاصمة الإدارية. فبقت كمان الزيارة تحمل عنصر المفاجأة والأخبار الحلوة طول الوقت. وهنصلي فيها السنة الجاية. طبعا لما قال السنة الجاية الكنيسة بالضخامة دي هتبقى السنة الجاية إزاي يعني؟ لكن يعني نشكر الله يعني النعمة والمعونة كانت في مع القوات المسلحة والهيئة الهندسية وإصرار السيد الرئيس، وفعلا صلينا في يناير 18. وأعتقد وكل سنة وأنتم طيب، أنا عارفة أنه السنة دي كمان وكل سنة يا رب يديمها نعمة أنه نصلي في وطننا آمنين. سؤالي بقى، لأنه بحس كده أنه قداستك ليك منهج غير معلن، هو أنه نأخذ الكنيسة إلى قلب الوطن. يعني كنيسة في عهد قداستكم انفتحت أكتر على الوطن، بقى في مشاركات إيجابية حقيقية من شباب الكنيسة اللي لسنين طويلة برضو كان جوه سور الكنيسة، كنا دايما نقول كده. إلى أي مدى قداستك شايف أنه ده عاد بنفع على الشباب نفسهم ومشاركتهم في المجتمع، وعلى الكنيسة كونها برضو في سياق معرفتنا ببعضنا البعض؟ عنصر المعرفة ده عنصر واسع، وإحنا برضو كشعب مصر لنا التاريخ الطويل والمشترك من أيام الفراعنة والعصور المسيحية القبطية وعصور الإسلامية وتجاورنا، وإن التاريخ بنصنعه سويا، فوجودنا ويا بعض في التاريخ الطويل ده بيحتاج مننا نوع من معرفة الآخر دائماً.